هذا وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بافتتاح القمة الخليجية في مكة المكرمة إن ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة يعد تحديا لمبادئ إرساء السلم، مؤكدا أن إيران ترعى الأنشطة الإرهابية في المنطقة وتهدد الملاحة البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم تلبية الدعوة لهذه القمة الطارئة والتي تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. استطعنا في الماضي تجاوز العديد من التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على المكتسبات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، وسنعمل معا بحول الله لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بعزم وحزم. إخواني أصحاب الجاه والسمو، إنما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطوير برامج النووية والصاروخية وتهديد الملاحة العالمية بما يهدد امدادات النفط للعالم، جعل تحديا سافرا لمواثيق مبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن الدولي. كما أن دعم الإرهاب عبر أربعة عقود وتهديده بالأمن والاستقرار يهدف لتوسيع النفوذ والهيمنة، وعمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية. إن الأعمال الإجرامية التي حدثت في مؤخرا باستهداف أحد أهم طرق التجارة العالمية بعمل تخريبي، طال أربع ناقلات تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك استهداف محطة ضخ للنفط وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة. تستدعي منا جميعا العمل بشكل جاد للحفاظ على أمن مكتسبات دول مجلس التعاون. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، إن المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وستظل يد المملكة دائما ممدودة للسلام، وسوف تستمر بالعمل في دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار والاستقرار المنطقة. والختام، منه لابد من الإشارة لأن عدم اتخاذ موقف رادع وحاد لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة وما قادر للتمالي في ذلك والتصعيد بشكل الذي نراه اليوم. ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أزاء ما تشكل الممارسات الإيرانية من تهديد الأمن والسلم للدوليين، واستخدام كافة الوسائل لوقف النظام الإيراني من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعاية الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقف عن تهديد حدود الملاحة في المناطق الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.